يوسف، انت عارف قد ايه انا بحبك، وصعب عليا قوي اني اتكلم، لكن في الوقت نفسه مش قادرة اشوف سعاد تعبانة واسكت. خديجة هانم، سعاد مش قادرة تبقى سعيدة في حياتها. انا قعدت فترة طويلة احمل نفسي السبب، او الاحتمال فترة احتقالي او انشغالي بالمحاماة بعد كده، لكن واضح ان في حاجة تانية انا مش قادر اوصل لها. انت بتشك ان سعاد ممكن ما تكونش بتحبك؟ مستحيل افكر واشك في حاجة زي كده دقيقة واحدة. لكن سعاد اتغيرت، الفارس اللي كان في خيالها ما بقاش فارس، وانا كمان اتغيرت، في حاجات كتير جوايا انكسرت، وسعاد ما حسيتش بكده وما حاولتش تساعدني. انت عارف يا يوسف ان سعاد لسه بتتعالج. ما انا كمان في فترة علاج والجرح لسه بينزف. انا النهارده لما سمعت قرار تأميم قناة السويس حسيت ان انا عاوز اجري على وحدتي، في ثواني حسيت عاوز ارجع البيت والبس ميري من جديد. وبعدين فقت على حاجة كبيرة ناقصاني. كان قرار عظيم، بس فكرك ممكن حاجة تحصل بعد كده؟ اكيد هي خطوة زي الحلم، مستحيل هيسكتوا. إن شاء الله ربنا معاهم. خديجة هانم، أنا عاوزك تكلمي سعاد. أنا مستحيل أحس في وقت من الأوقات إن أنا سبب في تعاستها، مستحيل كمان أفرض نفسي عليها. هي مش هتيجي ولا إيه؟ لا يا مؤشر ما تقلقش، شهرت دايما مواعيدها مظبوطة. نفسي أعرف كانت عند شاهر بتعمل إيه؟ هعرف لك منها كل حاجة، ومش بس كده، هي الوحيدة اللي ممكن تعرف مكان الصور اللي عند شاهر، وتعرف الصور دي راحت عند ماينار ولا لسه. يا ساتر، انت يا اخي الجرح لسه ما خفش ولا ايه؟ انا جرحي وعمري ما هيخف يا جميل. ما تنساش كمان ان الرصاصة ما خرجتش. فعلا مش قادر اتصور ازاي بعد المدة دي كلها الرصاصة الثابتة ما بتتحركش. عمري ما هفكر اعمل عملية لغاية ما اعرف بس ليارة عايشة ولا ميتة زي ما بيقولوا. بس لو قابلتها مش هتفلت من ايدي، فاهم يعني ايه مش هتفلت من ايدي؟ طب بس خلاص، الشهرة وصلت. تعبتي؟ انا حاسه ان انا ولا كاني عملت عمليه ولا حاجه. لا لا يا ستي، انا شاهد انهم عملوا لك العمليه، بس يظهر ان احنا بنتدلع حبتين. ابدا والله. انا محرجه من حضرتك خالص. لا لا ابدا، اتفضلي افتحي. حاسه ان انا تعبتك معايا بصراحه. انا لو منك بصراحه كنت زهقت. انتي محدش يزهق منك خالص يا شكران هان. متشكرة قوي. بس تعرفي ان انتي شخصية مختلفة خالص عن شهرة تاني. على فكرة شهرة طيبة جدا، بس الناس بتفهمها غلط، بس هي مش هتتغير، هي هتفضل كده. اطلب لك العشاء بقى. يا مش ممكن، طريقة حضرتك بالظبط عاملة زي حسين ابن عمي، هو بيهتم بالناس كده برضه. على فكرة حسين ده زي اخويا. بس انتي عارفة بقى انا ما كانش عندي اخوات بنات، فقلت اجرب فيكي. انا هطلب لك الشوربه بتاعتك بقى. لا الا الشوربه، شوربتهم وحشه جدا يا ماما، وفراخهم اوحش، مش زي الفراخ البلدي اللي بنجيبها من العزبه. اصل انا بطبخ كويس قوي. فعلا بتعرفي تطبخي؟ بعمل احلى ملوخيه بالارانب ممكن تاكلها في حياتك، وبعمل شركسيه حلوه قوي. ان شاء الله لما نرجع مصر هبقى اعزمك عندي. انت مش راجعه له تاني؟ انا ما كنتش احب اسيبه في الظروف دي. ظروف ايه بس يا فاطمه؟ الراجل ده ما بيقدرش تصرفات ولاد ناس، كفاية إهانات بقى. عثمان، الحمد لله على السلامة، أنت خرجت إمتى؟ في إيه؟
فاطمه في ايه مالك؟ انت كنت متوقع ايه من جوازها من صلاح رشدي؟ فاطمه هترجع تعيش معانا هنا، والمره دي محدش هيقف له غيري انا. والبنت فين؟ في الجنينه مع الداده بتاعتها. عايزه تطلقي؟ مش هتقعد معاها دقيقه واحده. رد انت عليا، عايزه تطلقي؟ ايوه يا عثمان عايزه اتطلق. بالمناسبه صلاح رشدي اقلوه، مكتوب النهارده في الجرايد. ده طبعا كان منتظر. اطلعي انت اوضتك ارتاحي وسيبي لي انا الموضوع ده. ماما فين؟ شهرت انت ما تعرفيش انت سبتي لي فراغ قد ايه. طول عمرك بتبالغ، انت ناسي انت عملت فيا ايه؟ وندمت وحياة شهرت ندمت. لو كنت ندمت حقيقي كنت رجعت مصر ودورت عليا. ارجع لو عاوزاني تاني ارجع. كلم جد؟ طبعا انت فاهمه ان انا مبسوط هنا. صدقيني يا شهرت انا ضايع من غيرك. انا كل الحكايه بغير عليكي، بغير عليكي بجنان. انا حتى بغير من فستانك اللي انت لابساه ده. طول عمرك مجنون بس احسن، مش هتعرف امتى. عرفت وندمان، وفي الحقيقه مش بس ندمان، زهقت. ورفيق زي ما انت شايفه كده من بعد الحادثه بقى مزعج لا يحتمل. رفيق حصلت له حادثه؟ الله، رفيق ضرب برصاص من مراته اللي هربت. اول مره اعرف الحكايه دي. ازاي بقى؟ البرنس شاهر ما حكلكيش ولا ايه؟ ابدا، برنس شاهر كل همه يطمن على بنته ما هي نعرفها. مسكين قلقان قوي عليها. طب وهي تعبانه قوي يا جميل؟ بتتعالج في مصر. بتتعالج ولا بتبلغ عني؟ انت بتقول ايه؟ اهجر يا شهرت، ده انا جميل تظن. احكي لي وما تخافيش. بس عشان رفيقي شهرت. حقيقي انا مبسوط قوي ان انا شفتك. قمر حلوه زي ما انت. تخيل ان شهرت ما عندهاش اي فكره عن الحادثه بتاعتك. ده جنيف كلها ما كانش لها حديث الا الموضوع ده. روما وباريس كان حديث الساعه. ده انا حتى ما اعرفش انك اتجوزت. انا لغايه ما سافرت كنت عاقل. اتجوزت مين يا رفيق؟ يا اهلا وسهلا. عمر بيه موجود؟ ايوه موجود. اتفضل يا صلاح. مساء الخير يا عمر. اهلا صلاح، اتفضل. انت خارج ولا ايه؟ لا ابدا ابدا، اتفضل. معلش انا مش هعطلك، بس كان لازم اجيلك قبل ما اتصرف تصرف جنوني. انا مش عارف نتايجه هتكون ايه. الله الله الله، طب اهدى بس، اهدى كده وفهمني في ايه. فاطمه يا سيدي سابت البيت واخدت البنت معاها. الهانم عاوزه تتطلق، طبعا عندها حق، ما انا خلاص وقعت والسجاده اتسحبت من تحت رجليا. مالوش لزوم الكلام ده صلاح، انت عارف كويس ان فاطمه بتحبك وانها تحدت اهلها وقفت قدامهم عشان تتجوزك. ده لما كنت صلاح رشدي يا عمر. ده مش حقيقي، مفيش داعي انك انت تنكر الحقيقه يا صلاح. انت ناسي انك انت ايامها كنت لسه ظابط صغير. عمر، فاطمه لو ما رجعتش النهارده انا هخليها ما تشوفش بنتها العمر كله. مفيش داعي للغه التهديد دي يا صلاح. مفيش قانون ولا شرع يسمح لك انك انت تحتفظ بالبنت. لا، في قانون يا عمر، في قانون صلاح رشدي. مسكين يا صلاح، انت فعلا بتصعب عليا. عمرك ما هتتغير. قانون صلاح رشدي، مفيش حاجه في الدنيا اسمها قانون صلاح رشدي، ده خلاص انتهى. هو ارجوك يا صلاح من فضلك ما تعملش اي خطوه ممكن تندم عليها، لان ما حدش هيسمح لك، وانا اول واحد هيقف جنب فاطمه. جميل ارجوك، انا تعبانه قوي النهارده، نتكلم بكره. مش قبل ما اعرف اتفقت مع شاهر على ايه؟ انت بتسال عن ايه؟ صفقه عمري دلوقتي بقت في ايديك انت. صفقه ايه يا جميل؟ انا مش فاهمه حاجه. 100,000 دولار باسمك في البنك. 100,000 دولار اللي خدتهم مني؟ برافو، بالظبط كده. مش دي الفلوس برضو اللي قلت انك خسرتها في القمار؟ ورجعتهم،
وفي ايدي اديلك قدهم 10 مرات لو سمعت كلامي وفهمتيني. اتكلم يا جميل. الصور اللي عند شاهر. صور؟ صور ايه؟ ما بلاش بقى شهرة، بلاش الاسلوب ده معايا يا سته. جميل لو اتكلمت بالاسلوب ده مرة تانية انا هسيبك وامشي. يا نمر انت، بموت فيكي وانت عصبية. ما تيجي نرجع تاني. ما بلاش الكلام ده يا بيبي. عارف بس بصدقك. بموت في ذكائك، وهو ده اللي ينفعني دلوقتي. انت صحيح ما تعرفيش اي حاجة؟ ما هي نار ما قالتليش اي حاجة. قولي يا جميل، صور ايه بالظبط اللي انت عايزها؟ كلم من عارفاك. الصور دي لمجموعة تحف ومجوهرات انا ورثتهم كانوا عند بابا الباشا. الصور دي دلوقتي تسوى كتير، وشهر سرقهم. تعرف يا شهرة لو رجعتي لي الصور دي انا بكرة الصبح بايديا دول احط لي في البنك 100,000 دولار. مش عارفة افكر. هتفكري في ايه بس يا ست؟ فلوسك وهترجع لك، وانا ضميري هيستريح. عارف لو وافقت يبقى البرسنتاج بتاعتي 100,000 دولار. يبقى انت بقى واخد كام؟ ولا اي حاجه. الصور ده اخر سوفينير، اخر تذكار كان عند بابا الباشا. افكر بس مش بالسهوله دي، لان في لسه كمان حاجه. ايه تاني؟ نرجع نتجوز انا وانت تاني يا شهرت، لان فعلا محتاج لك دلوقتي. مستحيل يا بيبي، امبوسيبل. الظاهر انت مش واخده بالك، انا لازم اضمن وصول الصور دي الاول. الفلوس الاول وبعدين الصور. جميل، مره واحده اثبت لي حسن نيتك. الصور دي انا هجيبها لك كدو. عارف ليه؟ لسبب واحد بس، ان الفلوس دي فلوسي. فكر يا بيبي، يبقى رد عليا. اشوفك بكره زي ما والصور في شنطتي والنيجاتيف بتاعهم قبلهم. وصل البنك يوصل الاوتيل الاول قبل ما اجيلك. طب جوازنا بعد كل حاجه ما تخلص. ابقى تعالى اطلبني من اهلي يا بيبي. ارد عليك بكره الصبح. شهرت، انا مسدسي لسه فيه رصاصه واحده، واحده بس. انا ما كنتش مستنياك عشان تحكمني. انا الظروف كلها كانت ضدي. وانا كنت فين من الظروف دي كلها؟ ازاي ما فكرتيش فيا؟ ازاي سبتيني اتخبط لغايه ما وصلت للي انا فيه ده دلوقتي؟ ازاي؟ انا عمري ما حسيت ان انا في بيتي. هتستغربي اكتر لو قلت لك ان في يوم من الايام حسيت ان السجن هو بيتي، هو المكان الوحيد اللي كنت ببقى حاسس فيه بالامان والاستقرار. ما تهزمنيش بكلامك ده يا عثمان، انت ما تعرفش العيش اللي انا كنت فيها. انا بعد ما هربت واتجوزت بابا كنت فاهمه ان انا هعيش في الجنه، لكن للاسف ما طلعش حب، طلع وهم. وليه ما رجعتيش؟ ما كانش ممكن يا عثمان، ما كانش ممكن يا حبيبي. جدك طردني من القصر وخلى شهندة ما تكلمنيش خالص. ما تظلمنيش، انا ما بقاليش حد في الدنيا غيرك. ازاي ردت من المستشفى؟ وليه قالولي انك؟ يا ريتني مت، يا ريتني مت ولا شفت نظرة الكره اللي في عينيك دي. أكرهك إزاي وأنت أم؟ أنا كرهت حياتي من غيرك. أيوه للأسف، كل القصص اللي كانت بتتحكي لي عنك كلها كانت قصص مشوهة، لأن أختك ما كانتش فاضية لي. كانت على طول مشغولة بحفلاتها ومقابلاتها،
يا أمي، أنا حياتي وطفولتي كانت مع شوية سيسترات، الفرنسوية والإنجليزية واللي بتفهم واللي جاهلة. هتستغربي لو قلتلك إن طباخين القصر هما اللي كانوا أصحابي الحقيقيين، هما اللي كنت بحس بسعادة وأنا قاعد فوق وسطيهم في السلاملك. كنت بشوف الأم الحقيقية اللي واقفة في المطبخ بتطبخ لأولادها بإيديها. هما دول أولاد مصر، هما دول الشعب المطحون اللي مفيش حد فيكم كان حاسس بيه. أنا ماليش دعوة بالكلام اللي أنت بتقوله ده، ماليش دعوة بيه. أبوك هو السبب، هو اللي حرمني منك وحرمك مني، وبعدين ما قدرش على تربيتك راح رميك لجدك. أمي شاهين ده اللي ربيتك، وأنا عارفة شاهين ده بتحبك قد إيه. أرجوكي ما تكلمينيش عن الحب. أنا مش هقولك أنا كنت عايشة إزاي ولا كنت بعمل إيه، بس صدقني أنا ما بفكرش في حاجة دلوقتي غير في مستقبلك. مستقبلي؟ أنا مستقبلي دلوقتي في تحقيق أهدافي، مستقبلي في إني أشوف كل الناس عايشين زي بعض، مفيش عبيد وأسياد. القصر الطويل العريض اللي انتوا عايشين فيه دوت ممكن تعيش فيه عشرات العائلات ويعيشوا مستريحين قوي. أنا مش فاهم هما ليه سايبينكم كده لغاية دلوقتي. ايه الكلام اللي أنا بسمعه ده؟ أنا صحيح غلطت يا ربي، لكن مش معقول يكون هو ده التمن. مش ممكن، مش ممكن يكون هو ده التمن. أنا طبعا مش عارف ايه اللي حصل بينكم، لكن أنا شايفه بيهدد. أنا مستحيل هرجع له تاني، مستحيل. عمر بيه، أنا عايزة أتطلق. ياه، تطلقي مرة واحدة؟ أنا ما كنتش عارف إن الأمور وصلت للدرجة دي، لكن ده طبعا من حقك. عمر أنت لازم تتدخل، أنا خايفة من تصرفاته، معرفش ممكن يعمل إيه. أنا كل اللي يهمني دلوقتي هي البنت، أنا شايف إن هو غالبا هيساومك على البنت. ما يقدرش إلا نيرها، وعمره ما هيشوفها بعد كده. أنا جايد لنبهك إن هو في حالة جنون دلوقتي ومش عارف ممكن يتصرف إزاي، فأرجوكي أي حاجة استفزازية يعملها من فضلك اتصلي بيا فورا. مرسي عمر على تدخلك. ما تقوليش كده الشاندة، أنت عارفة أنت إيه بالنسبة لي. بالمناسبة أنا نسيت أقولك، أنا عاملة حفلة صغيرة قوي بمناسبة خروج عثمان، هبقى سعيدة لو جيت. وأنا كمان هبقى سعيدة قوي لو شفته، وضروري حاجة إن شاء الله. مساء الخير. مساء النور. حد يحضر لي الحمام. هو ماله شايل طاجن سيرته كده ليه؟ اصل الهانم بتعمل عمليه في امريكا ولا سويسرا مش عارفه. مش قلتلك يا اختي مش هتسيبه، هتفضل وراه وكل اخبارها عنده. براحته، انا سايباه حد ما يقع على جدور رقبته وبعدين يكتب لي الارض. ابي قابليني ده عشم ابليس في الجنه يا بنت. بقولك ايه، اطلعي شوفي حمام جوزك. نوال. حاضر حاضر. هي البنت صفيه فين يا اختي؟ صفيه صفيه دي هناكي عليها، هو حد عارف يكلمها؟ ليه، في ايه؟ من صباحيه ربنا، من صباحيه ربنا راح تستلم بدله من شارع محمد علي لغايه دلوقتي يا اختي ما رجعتش. يبقى البنت عليها العمشه اخرت. انا قايله لها مفيش حد يشتغل بدل الرأس غير مدام ديودورا. ايه يا اختي دي مدام ديودورا دي ولا فيودورا؟ جرى ايه يا حبيبتي؟ هو في حد يعرف يمسك ابره زي البنت عليا العمشه؟ ابره خرز انما هي، مش الافرنكيه. يا نوال. حاضر حاضر يا سي. اخرتيني عنه. حاضر يا حبيبي. حاضر يا نوال. حمامك. نعم نعم يا سي محسن. انا مش قلت حد يجهز لي الحمام؟ يقطعني نسيت، انا قلت اسيبك شويه مع امك وبعدين ارجع لك. انا مش فايق يا نوال. اطمنت على المسافرين؟ ايوه. امال ما جبتش وحيد يتسلى معانا ليه؟ الوحيد يتسلى يعمل ايه يعني؟ يرقص ولا يضرب على الطبله؟ يا سلام عليك يا محسن، اهو انت دايما بتتريق كده. بلاش وحيد، اخبار العزبه ايه؟ هنشوف الارض امتى؟ مش وقته يا نوال. امال امتى وقته ايه؟
مستخسرها فيا؟ مستخسر تستتني وتنيني زي الهوانم؟ ايه؟ مشبهش؟ مستهلش؟ صلاح رشدي بيعمل ايه عندك كل ليلة في الصالة؟ مانولي، مانولي مفيش غيره من ساعة ما قفل البار وهو مش على بعض. وبعدين قولي، هو انت كل ما تروح بيت الباشا ترجع لي ونفخك مقلوب؟ جيت ليه؟ مش عارف. على عموم روح الصلاة الليلة دي مفيش. بلاش الصلاة النهاردة، نقفلها بالضب والمفتاح، نشمعها بالشمع الأحمر، ونقعد مع بعض النهاردة ونتعشى مع بعض. أنا بحبك قوي يا محسن، بحب التراب اللي بتمشي عليه، بس ريحني، رسيني، اديني الأمان يا سي محسن، اكتب لي الأرض. تقدري تقولي لي بقى كنت فين النهارده؟ والنبي يا خالتي سيبيني دلوقتي، سيبيني في اللي انا فيه. انا زهقت وطهقت من عشتي، زهقت من مروح والمجي ومن شارع محمد علي واللي فيه. في حد تاني زهق يا منولي؟ انا زهقان وهي زهقانه، بقينا اتنين يا منولي زهقانين. يا سلام عليك يا صفيه، برافو يا صفيه، برافو. بس قولي لي يا صفصف، انت بقى زهقانه من ايه؟ ها؟ عندك عيل مش قادره تربيه ولا تقعدي معاه؟ عندك جوز اسمه شكران بيعمل عمليه ومش عارفه هيرجع ولا لا؟ ما عندكيش. عارفه بقى انت ايه يا صفيه؟ انت تافهه. وخش خش اوضتك يلا، لا اضربك بالكاس ده. خش خلاص، مخصم ايه؟ خلاص خلاص اخي، قفلته. قفلته ايه يا عم؟ انت ناوي بقى تقلبها نكد؟ عاجبك كده النكد اللي احنا فيه ده؟ بقول لك ايه، انا غلطانه، انا غلطانه اللي قفلت الصاله النهارده. عاجبك يا مانولي؟ مبروك يا عروسه، مبروك يا عريسه. شفتي رفعت جوز بنتي؟ قمر يا خدي جهنم، ربنا يخليك. انستينا اتفضلي اتفضلي. عقبال منيره، عقبال ما تنزلي يا زنقتي دي. يا رب منيره عمرك يحسنك. اهلا. ازيك يا عمر؟ ازيك يا ممكن اعرف اتاخرت ليه؟ صلاح رشدي عامل مشاكل لفاطمه. يعني كنت عند شهاده؟ شهادة ايه بس؟ على كل حال مش وقت دلوقتي، هفهمك بعدين. على مو مش عايزه اعرف حاجه. هي فاكره ممكن تعمل لي قلق في الطريق. خليك عاقل يا يوسف، انت عارف ان سعاد بتحبني. الحقيقه منيره انا مش عارف حاجه خالص، كل اللي انا اعرفه انها بتغلط الغلطه اللي مش ممكن هتعرف تتراجع عنها. بس ده عزمي. مش عزمي ليه؟ ليه؟ تصرفاتها هي اللي يا سعاد. يا سعاد، ما هو انا ما اقدرش اضايق يوسف كمان، كفايه اللي بتعمليه. اياك تتحرك من جنبي، زمانه دلوقتي بيغلي. ايوه، اللي انت بتعمليه ده ملوش غير تفسير واحد، انك بتحبيه. بس كده انت بتقتليني وبتقتليني، انت عايزه توصلي لايه بالظبط؟ الف مبروك. الف اهلا استاذ عمر. الف مبروك. مبروك يا ولد، عقبالنا. عقبالنا احنا كمان. لايقين على بعض قوي، ربنا يسعدهم ويوفقهم. كل الناس قاعده بتتجوز واحنا قاعدين بنتفرج عليهم. عاجبك كده؟ اما بس نتفاهم في موضوع الكليه الاول. لعلمك الموضوع ده دلوقتي مش فارق معايا، بس هو دخل في حكايه عند. والله؟ طب يا ريت بقى ابطل عند وانا وافق نتجوز دلوقتي حالا. نتجوز النهارده؟ بقول لك ايه، هو المأذون ماشي؟ بحبك. أكرهك. عارف عارف، يعني بتحبين. جرى إيه يا يوسف؟ ما تروح تقعد مع سعاد. خليني واقف معاك أحسن. في إيه يا يوسف؟ ما تفهمني. بعدين بعدين يا رفعت. شايفة؟ شايفة بيعملها إزاي؟ سابها ومشي. تعالي. الله، هو إيه الحكاية؟ انت مش ملاحظه يا خديجه هانم
يوسف باين عليه متخانق مع سعاد. انا ما عنديش بنات ابدا تتخانق. ايه ده؟ وحضرتك مش شايفه اللي انا شايفاه ولا ايه؟ لا ابدا، بس هو بيجامل رفعت. وايه اخبار منيره؟ مفيش لسه حد تقدم لها؟ ايه هتفضل قاعده كده مترمله ولا ايه؟ دي لسه في عز شبابها. هي مصممه ما تتجوزش، عايزه تعيش لاولادها وبس. وبس؟ على فكره انا ما بحبش المكسرين. يظهر ان انا اخدك البيت واحبسك، واضح انك محتاجه ترويض. ما تقدرش. لا لا لا، ابتديت تتكلمي اهو. ايه هنتصالح ولا ايه؟ طب ايه بقى شروط الصلح؟ صلح ايه اللي بتتكلم عنه يا عمر؟ انت الشقاوه في دمك، اتولدت بيها. انا اتولدت بيك انت في دمي. ما انا طول عمري عبيطه وبصدقك. بس احلى عبيطه عرفتها في حياتي. يوسف انا تعبانه وعايزه اروح. ما يصحش نسيب الفرح ونروح دلوقتي. انت فاكر بالطريقه دي انك تستفزني؟ مفيش داعي للكلام ده. يوسف طلقنا، انا فعلا مش عايزاك. سعيد راحت فين؟ سعاد راحت فين يا يوسف؟ سعاد تعبانه شويه وعندها صداع، قررت انها تروح. طيب انا مش عاوزه اي حد يلاحظ اي حاجه، بس انا حسابي معاها بعدين. حد يعمل كده؟ عن اذنك خديجه. اتفضل. شو قلتلك متخانقين؟ انا نظرتي ما تخيلش. لا ابدا، يوسف بيقول انها عندها صداع وروحت. صداع؟ ربنا يشفيها. عامل كده. اقدر افهم ايه اللي عملتيه ده؟ معلش يا خديجه هانم، يعني سامحيها المره دي. اسكتي يا رحمن. حاضر. اتفضلوا انتوا. حاضر. ماما من فضلك انا تعبانه شويه دلوقتي. مش مهم. من امتى ده بيحصل عندنا؟ من امتى ست محترمه تسيب بيت جوزها وتجري بالشكل ده؟ هو ايه بس اللي حصل؟ مش عارفه يا منير، احنا فجاه ما لقيناهاش، حتى يوسف قاعد مستني للاخر. ايوه بس يوسف بيفهم في الاصول كويس. اهو ده بقى اللي حصل. تعالي هنا فهميني. ماما انا مش هرجع البيت تاني. احب اقول لك ان انا اتكلمت مع يوسف امبارح والراجل ما غلطش بكلمه واحده عني. عشان ما يقدرش يغلط. جرى ايه يا سعاد؟ انا مش شايفه اي سبب للي حصل ده. نعمت، خدي ساره واطلعي فوق. حاضر ماما. خليك انت يا منيره. مش عارفه يا نعم، يمكن عشان احنا لسه ما اتجوزناش. انت ازاي تحطيني في موقف زي ده؟ لو الباشا موجود كنت قدرتي تعملي كده؟ ست محترمه هتعمل كده؟ مش ممكن الست اللي بتحافظ على اسمها واسم عيلتها ما تعملش كده ابدا. استني عليها بس يا انا، لازم نسمعها. ما تتكلمي يا سعاد. حضرتك ليه ما سالتيهوش سابني ليه امشي لوحدي؟ مش معقول يا سعاد، انت كده هتعملي سكندال بقى. مستغربه ليه يا منيره؟ ما انتي قبل كده سبتي بيت الشاذلي. انت عارفه كويس قوي يا سعاد انا سبت بيت الشاذلي ليه؟ اظن الفرق كبير. لا انت كمان مش عارفه تحافظي على كلامك. برضو يا منيره كنت شاطره. سعاد يا حبيبتي انت كده مش هتخسري حياتك وبس، هتخسري يوسف كمان. انا مش عايزاه، انا عايزه اتطلق. افهم من كده يعني علشان بيسيبك شويه ويروح المكتب؟ عشان عايز يبني مستقبله من جديد. يبني مستقبله؟ مستقبل ايه اللي بتتكلمي عنه يا ماما؟ بيبني مستقبله عشان مين؟ علشان انا؟ ولا علشان البنات اللي مالين عليا البيت؟ ماما يوسف بيحرمني
احلى احساس ممكن الست تحسه. سعاد يا حبيبتي، انت عارفه ان دي فتره مؤقته وانت تحت فتره علاج، سيبتي ايه للناس الجهله؟ كلها كم شهر لحد الدكتور ما يقول. يقول ايه يا ماما؟ يقول ايه؟ يقول ايه؟ ويوسف مش عايزني ابطل الدواء. نغير الدكتور، نروح لدكتور تاني يكون عنده افكار تانيه غير كده. اه علشان كل البلد تعرف ان سعاد بتتعالج نفسيا. طب اسمعوا بقى، انا تعبت من المناقشه معاكم، تعبت. اتناقشوا انتوا مع بعض وشوفوا الصبح هتقولوا لي ايه. رحوان. ايوه هاني. ايوه لا لا، ما زي ما قلت لك بالظبط، اصل ده خبر مهم ما نقدرش نفوته كده، هينزل صفحه اولى، هنعمله منشط. الخبر اللي كان موجود دخله في الصفحه الثانيه. ايوه لا انا يهمني جدا ان هو يبقى موجود منشط بالظبط كده. ايوه طيب خلاص اتفقنا. ايوه بالظبط، وده اللي هنعمله. طيب مع السلامة، تصبح على خير. ما تضايقش نفسك يا يوسف، أنا عارف إنك معاك حق، أنا شخصياً تصرفاتها ما عجبتنيش خالص الليلة دي. سعاد غلطت غلطة كبيرة قوي يا عمر، متعمدة تضايقني. ومع مين؟ مع عزمي؟ أنت كنت موجود وشاهد على كل حاجة. على كل حال أنا متأكد إن خديجة هانم مش هتسيبها، الست دي طول عمري بثق فيها وبيعجبني جدا تصرفاتها. سعاد يا نينا لو مصر على الطلاق مش هسيبها لوحدها، انا معاها للنهايه. شو وطي صوتك، العرسان فوق يسمعوك. الله، انا ما احبش اسمع الكلام ده ابدا يا عزمي. وبعدين ايه، انت بتصطاد في المايه لعكرك؟ نينا سعاد حياتها بقت جحيم، يوسف دمر لها اعصابها. اسمع بقى، انا ما فهمش في حكايه الاعصاب اللي بتقول عليها دي. بتشتكي من يوسف؟ يوسف ده يتحط على الجرح يطيب، هي اللي طالعه فيها قوي. سعاد يا نينا قبل ما تتجوز يوسف كانت زي الورده المفتحه، بونبونايه في ورق سوليفان اتقدمت له على طبق فضه. سعاد ملاك جاي من السماء. الله يا نينا، ملاك من السماء، بس هي اللي مش عارفه ايه تروح. هحاول يا حبيبي. مش حاسبها يا جميل. من غير قلق ان شاء الله. عايزك تتابع تطورات في جنيف اول باول. لكن هو عارف كويس قوي اني مش حاسيب حقي. مصيبه يا سيدي. ما تتكلميش ولا تنطقي. فضل تعبان لمده طويله قوي بعد الحادثه دي. انا اعصابي كانت تعبانه قوي النهارده وما كنتش حابب تشوفيني في الاحوال دي. انت خرجت امتى؟ انا عايزك تنسى الفتره اللي فاتت دي تماما. لازم يفهم كويس قوي ان كرامتك اهم من اي شيء، وفي النهايه انت اللي خسرانه. امبارح